يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، يقول سمعت أحد الأشخاص يقول إن المقصود بقوله دينا قيما ليس التوحيد وإنما الأخلاق والمعاملات، فهل هذا القول صحيح في تفسير الآية؟ الآية تفسر نفسها: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. دين، والدين هو التوحيد، أصل التوحيد وأساسه التوحيد، وأما الأخلاق والأشياء هذه فروع تابعة للتوحيد، كيف نعتني بالفرع نترك الأصل؟ نعم. هم يحاولون اجتثاث التوحيد من هذه البلاد ومن المناهج الدراسية، يحاولون اجتثاثه، هذا قصدهم، فنحن ضدهم ونحذر منهم ومن دعاياتهم، ولا نزكي أنفسنا ولا نقول إننا نعلم كل التوحيد وكل يعني مسائل التوحيد، اللي يخفى علينا ونجهله أخفى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أليس الصحابة الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، يعني نفر من الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنكم قوم تجهلون. الصحابة يجهلون، كيف بنا نحن ما نخاف من هذا؟ نعم.